اليوم انا في جرانفيل ايلاند، منطقه يعني مشهوره في فانكوفر، جزيره ايلاند. زين، هذه وراي اخري اخري بحيره، الجهه الثانيه ترى مو مرقص بس عشان عالم لابسه اشياء طويله تترقص فيها. داخل مثل فرقة جالسة تعزف، تستعرض بالعز، وهذا اللي يستعرضون بالرقص. الشباب مشوا عني، ما عندهم احترام، ما قالوا انه يعني انا جالس اصور ولا شيء، الله يقطع علينا. جالس اخذ فره على البط، بجننكم. تعال صور، قول هاي حق شيء، شوفونهم، قرب، يلا قل باي باي وامشي، يلا روح. وهذا فلوج قصير حق ولا خليني اتمشى لهم. اليوم عندنا ويكند، يوم السبت عند الازعاج بس، صح؟ اوكي، ثاني بعد شوي. عشان انا كانت اقرب للذي. تعالي بطة ذكر ذا، شوف رقبته مبين علينا ذكر. استنى ابوك تهاوشون، ايه اذكار. تعال اقول لك وقف. طيب ما علينا، ما راح، ما بيوقف. هواش ما في هواش، بس ما في هواش. بس تعال تهاوش مع مين ذا؟ اوه ذاك معصب ذا، شو عندك معصب؟ تعال صاير تعال حلها ودي، تعال بعلم. ايش فيك؟ الهرن اخترب. اي ممكن متحرشين في الانثى حقتها. انت راس البلا. اي طالعين. راس البلا. لا تفاكك، ها خليهم. لا تسمع كلام البنات. لا امزح، اسمع كلام البنات. بس كفي، ما عندي شيء اقوله. بس جرانفيل ايلاند عشان انا ممكن انساها، ممكن تمر ايام ولا شيء وانسى جرانفيل ايلاند. ف نقول جرانفيل ايلاند عشان بعدين نشوف المقاطع الفيديو ونتذكر المعالم حقت فانكوفر. الشباب هذول يضحكون على البطة. Peace everybody. Hey. How's it going, guys? هذا ولد عمتي حمود حبيبي. هذا في اليوتيوب. هذا في اليوتيوب. Peace.